يا الله يرحم امك، اسمع لي من يسار يرحم امك. هاي ولع قم لا ادخل اريخ قم شويه هذه شويه اللي قدامي قم تعال 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 اطلع اطلع منك ترى حستوني والله ما ابي منك ما اقدر بنطيح وش السوق. يلا سيت اجس ابو خالد وخالد انت بلا تطيح انت وخالد تطيح الله يا نجوى والله السفينه تلعب يمين يسار اوه والله بيطيح ابو خالد فوق قم فوق لا قم فوق لا والله قم فوق هنا احسن لا فوق والله هنا لا والله فوق بطيح والله بطيح تكفى. هو شيء مساكم الله بالخير الله يطول باموركم طيبه اليوم. انا سمعت قبل شوي ابو طارق قال انا بسجل الكمارو باسم واحد منكم، لكن قال في شرط، الشرط هذا اللي ما ندري وشو. شوف حكم ان احنا في البحر انا بتوقع الشرط، اتوقع انك تبيني اطب صح؟ الطبه فيني حلو طبه فيك ايه، لكن السؤال انا ما راح اخليك تاخذ سياره بهالسهوله. ما راح تخليني اخذ سياره بهالسهوله اوكي. ايش سناره يجي سناره شو ما سمعته طب بسمك طب وجب اسمك وتعال سناره هي طب واطلع لي بسمك صغير كبير اللي تبي اسمك مليان يا رجال طب اسمع قل له يا الله انت تشوف ان هذا عدل وش تهدينا بوغاتي انت وانا بلاحق اسمك تحت انا خليني اشوف الحين تحت البحر سياره اسمك ما اقدر اجلس لك سناره شنو يدك تزلق والله انهم يصيدونها والله اسمع هذا الغرزه كذا هذا مو مضبوط بقول لك مثلا ابو خالد ممكن تستفيد منه طول عمرك حلو والله يقول لك دائما الخصم رخيص والذخيره غاليه فحرام ود حرام تطب البحر تدور سمك فهمت هذا شيء فانا بعطيك تحدي ولك انت بس لك انت بس ها لك انت الخصم ضعيف الخصم ضعيف والذخيرة غالية الصراحة الخصم ضعيف جدا انت خص انا قلت انت الخصم ضعيف طيب اسمع بتحداك تحدي طيب انا اللي بتحداك التحدي تاخذ الباراشوت 500 متر تطلع فوق الغيم ركز تطلع فوق الغيم شوف التحدي ها تطلع فوق الغيم شفت القفل القفل ذاك اللي كنت العب فيه طب اسمع شو الجائزه اسمع شو الجائزه تبي شو الجائزه اسمع نعطيك الباراشوت 500 متر تطلع فوق الغيم وانا اكون معك وافكها نعم اذا فكيتها تطيح في البحر وتطلع الشاطي وتقابلني واسلمك واخيرا الحين التوازن قبل شوي التوازن مضروب الحمد لله بو طارق تراك نسيت المويه حقتك ليش تخليها طيب؟ رازية لعبت فيها يلا تذكرون دي؟ شو كل واحد رابع سريلك؟ يا شوف ايش سريلك؟ اوه هذا يثبت ان الارض مسطحة هذا اللسه لانه كذا بطل بس هذا المكتب حمود ما تدري انت سرقت المكتب الحين جالس اسدهم الحين كل شيء يقول المكتب امشي يا الله من اغرب الامشاط اللي شفتها صراحه شوفوا فيها داخل زي النجوم والقواقع ومدري ايش صراحه حلوه لا ايش جاي شيء جديد يعني انت عمرك شفت شيء عادي شو مشت زي كذا شفت ما توقعت والله ما يصلح من انت مشينا توقعت انه يكون يس والله
ممكن ترمس شايب. ابو خالد للاسف رفض التحدي، قلت له اطلع بالباراشوت 500 متر فوق الغيم. كلمة حمود خله كذا وانا اعطيه لاس هديه. طب اسمع 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 ولا يهمك. انا اشوف اسمع اسمع قول له الله. قبل شيء شفت السنابات ان في ناس سمعوا وفي ناس ما سمعوا. الجائزه هي طال عمرك شنطه فيها 10 مليون دولار مقابل الحركه، تسويها؟ لا والله سوي ابوه والله، والله تسويها؟ والله سوي ابو. تعيش انت؟ ها؟ بتعيش؟ عشت لمت الشنطه لاهلي او لي، هي واحده بس تتسلم الشنطه. تتسلم تتسلم. بس انتهت. انا لوسيت فيها، انا لوسيت. ها؟ يعني لك سعي. اي. ايش تبي فيها؟ والله بتذبحوني على الفاضي. 1%. طالعت لي حبات غريبه بوجهي، الله لا يوريكم، شوفوا الاولى. شوفوا الثانيه. شو السالفه؟ لا تسالني. اي اي راح راح راح. يبي له تشحيم تشحيم. راح 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 بساعدك بساعدك. احلى وسيله تنقل، احلى وسيله تنقل الصراحه. ها ابو طارق يلا ندور لنا مقهى بس على السريع، نبي نستكشف المدينه اكثر. يلا تعالوا يلا يلا.